نبتدي بعد اذنك بتعريف السمنه، لان ممكن تلاقي حد وزنه زايد حاجه بسيطه يقول لك انا لا ده انا لازم اخس. بالظبط. ففي ناس كمان عندها هوس الشكل العام والمظهر الخارجي، لكن امتى تبقى السمنه خطر ولازم اخس لها؟ طيب احنا عايزين نعلم الناس الاول زي ما حضرتك بتقول، لان في ناس ممكن تحكم على نفسها ان هي زايده زياده عن اللزوم وان انا مريض سمنه وجايه عندها حاله من الفزع والقلق، والعكس ناس حاسه انه عادي انا زايد شويه في الوزن وتمام والحياه ماشيه، ايه المشكله اني عندي كرش زايد قوي؟ أوكي. الكرش عز دلوقتي بقت طالعه موضه، الناس بتبيع طول عمره بيتقال عليه كده. بالظبط كده. يقول لك عز واكل وزن، ومنحنى رفاهيه دلوقتي. فيعني بقينا بنلاقي مميزات رائعه في الموضوع. انا مش معترضه، هقول لحضرتك على حاجه، انا مش معترضه انت كشخص تكون مقتنع بنفسك ومبسوط في وزن معين. انا بقف قدام المرايه عندي ثقه في نفسي. أوكي. ده اهم شيء. مظهرك العام معقول، ده شيء برضو كويس، لكن لما يكون انت مقتنع بنفسك بس عندك مشكله انت مش مدركها تؤدي الى امراض مزمنه. يعني دايما بنقول ان السمنه الموضعيه اللي في منطقه البطن بالذات عند الرجال بتؤدي الى امراض زي القلب والضغط والسكر، وهنا بتكمن خطورتها. طيب انا اعرف ازاي يا دكتور ان انا وزني مثالي ولا انا عندي زياده في الوزن ولا مريض سمنه مزمنه تؤدي الى امراض؟ طيب احنا عندنا طولنا وزننا، بنحط بنعمل معادله ما بين الوزن ودبل الطول بتاعنا بيطلع لنا رقم. الرقم ده لو في رينج من 20 ل 25 فانا الحمد لله في الوزن المثالي، سواء في اوله او في اخره على حسب قناعتي او انبساطي بنفسي قدام المرايه اختار الرينج المناسب ليا. طب طلع الرقم من 25 ل 30، انا كده عندي اوفر ويت، يعني زياده في الوزن. انا مش مريض سمنه، انا زايد بس شويه في الوزن. ودي اللي بنحسها امتى برضو، علشان لسه كنت بقول ثقافه ان احنا نوزن اسبوعيا ونطلع على الميزان في بيتنا عادي جدا من غير ما نروح لدكتور، فنبقى عانينا على وزننا فنلحق المشكله قبل ما تتفاقم وتكبر. الثقافه دي مش موجوده عند ناس كتيره، يعني عدد قليل قوي من الناس اللي مهتم ان هو يوزن نفسه بصوره اسبوعيه. طيب انا دلوقتي ابتديت احس وانا ما بوزنش نفسي ان البنطلون ابتدى يضيق شويه، ان مقاسي كان بلبس ميديوم مثلا بقيت بلبس لارج. لا انا هنا اقف، انا هنا ابتديت انقل نفسي من مرحله الاوفر ويت الزياده في الوزن بالمقاس اللي انا زدته ده السمنة. لمرحله السمنه. طب من 30 ل 35 انا كده مريض سمنه حرفيا. من 35 ل 40 مريض سمنه تؤدي الى امراض مزمنه تؤدي لا قدر الله للوفاه، اللي هي بقى امراض القلب والحاجات اللي بقولها لحضرتك. فمن هنا جت التعريف للسمنه بان هي تؤدي الى امراض مزمنه خطيره لازم ناخد بالنا منها. طب هل السمنه بالضروره تكون ناتجه عن تناول كميات كبيرة من الأكل ولا ساعات بيبقى في أسباب تانية ليها غير الأكل الزيادة؟ طيب ده نقطة مهمة جدا بقى. احنا عندنا في كل حاجة ليها أسباب كتير جدا. طبعا عندنا العنصر الوراثي، الجينات، ودي موجودة عند ناس كتير جدا. العيلة نفسها هتلاقي الأم والجدة والخالات عندهم استعداد أو هم ممتلئين، فأنا عارفة أن أنا عندي عنصر وراثي في عيلتي فابتدي أخد بالي من وأنا صغيرة. في ناس عايز أقول لحضرتك أكلهم مظبوط جدا وكويس جدا لكن بيزيدوا بمنتهى السهولة، لأن برضو معدل حرقهم قليل عن الطبيعي، فهم رغم أن أكلهم مش كتير عندهم استعداد لده. النقطة المهمة جدا جدا ودي اللي عايزة أتكلم فيها النهاردة بالتفصيل هي نقص الفيتامينات. يعني في ناس كتير مش مدركة أن معدل حرقهم بيقل ومعدل الزيادة في الوزن عندهم بيعلى جدا. أنا بزيد من أقل أكلة دلوقتي يا دكتور، أنا كنت بتحرك بروح جيم وبطلته، فلما بطلته لقيت نفسي بزيد زيادة عن اللزوم. يا جماعة لازم نعرف أن نقص عديد من الفيتامينز especially فيتامين دي بيؤدي ان حرقنا بيقل جدا وبالتالي بزيد في الوزن بسرعه جدا. فعشان كده انا النهارده هتكلم على ميكس مهم جدا مرتبط بالتخسيس ونقص الفيتامينات اللي هو بالتالي ليه علاقه وثيقه قوي قوي بالشكوى العامه ان احنا حرقنا ضعيف. أوكي. وهي منتج بيستا اللي هو منتج عباره عن الياف طبيعيه 100%. في ثلاث انواع من الالياف اللي هي فعلا بتفرق في ايه بقى، بس هنقولهم الاول. الشوفان، قشور السيليوم، ورده القمح. طب دول كألياف طبيعية 100% دورها أنا لما هاكلها هتفرق معايا إيه؟ في علاج السمنة، علاج الأمراض المزمنة والمشاكل اللي بيعاني منها أي حد بيعاني من مشكلة السمنة، هي إن أنا بخلق حاجة مالئة جوه معدتي تخلي الشهية اللي طبعا حضرتك عارف عند معظم الناس يعني أعتقد حضرتك مش بتعاني منها قوي وهي الشهية المفتوحة، صح كده؟ فهي ما عنديش شهية أساسا، مش موجودة تتواجد بس إن شاء الله تبقى متواربة مش لازم تبقى مفتوحة. من القلائل بقى يعني.